السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو إن شاء الله غنتحدثوا على الأجهزة الاستشعارية أو أجهزة الكشف من بعيد، يعني أجهزة LLL. قبل بدء الشرح في هذا الدار نطلب منكم يعني فضلا وليس أمرا الاشتراك في القناة. هناك مجموعة من الإخوة يتابعون القناة ويتابعون يعني عبر الصفحات بالفيسبوك لكن غير مشتركين، لذا نطلب منكم يعني الاشتراك في القناة ودعمنا لكي نستمر دائما في إعطاء بعض الحلول أو يعني بعض الأجهزة وشرحها، لأن هناك مجموعة من الفيديوهات لا أقوم بطرحها في الصفحات أو المجموعات على الفيسبوك، يعني تبقى في القناة فقط. لذا نطلب منكم يعني كل يعني الإخوة أن يدعمونا والمشاهدة عبر اليوتيوب لكي نتمكن حتى نحن من توفير بعض يعني المسائل القطع وكذلك لبعض التجارب. لهذا نطلب منكم الاشتراك والضغط على زر الإعجاب والتعاليق نجيب عنها قدر الإمكان، والضغط على زر الجرس ليصلك دائما أي جديد في يعني عندما نطرح في القناة، لذا لا يمكنكم يعني مشاهدة الفيديوهات لأنني أطرحها كما قلت ولا أضعها بالمرات في لضيق الوقت، لا نضعها في المجموعات، لذا لن يتمكن مجموعة من المشاهدين من متابعتنا إن لم يكن مشترك معنا. لذا سننتقل إلى الشرح بإذن الله هذا الجهاز الاستشعاري أو الرادار. لذا نبدأ على بركة الله. هذا الفيديو يعني بإلحاح من بعض الأصدقاء، قالوا لي يعني أن أضع لهم يعني شرح بسيط على هذا المبدأ ديال البحث عن المعادن بواسطة هذه الدوائر التي انتشرت مؤخرا، الأكثرية لم تعمل. مثلا كهذه الدائرة أنا صنعتها وثم أخذت منها القطع أزلتهم، الدائرة التي طرحت في المنتديات أو في الصفحات يعني لا تجدي نفعا، مجرد صوت كل مرة بشكل لكن لم تعمل. في هذا الفيديو قررت أن أضع يعني شرح لهذا يعني الأفضل تركيب كاشف معادن بهذا الساعة هذه أو الجنراتور الخاصة بإصدار ترددات تصدر التردد من 0 هيلز إلى 150 كيلو هيلز، يعني سأقوم بشرحها أو من لم تتوفر لديه يمكن صناعتها. أنا صنعت واحدة، أين وضعتها؟ هيا صنعتها بالان او 555 المخطط يعني كالمخطط الموجود في جهاز البولوني او الاجهزه النبضيه بصفه عامه، يعني هذا المدبدب يقوم بارسال نبضات وترددات يعني هي التي يمكن ان نستغلها، يعني المخطط الخاص به هو يعني بهذه الطريقه هذه ساضعه بشكل يعني بعجاله سيكون على هذا الشكل. هذا هو الاي سي، يعني ساقرب الصوره قليلا. في المخطط هو موضوع على هذا الشكل، يعني موجود الاطراف على هذا الشكل، يعني طبقته انا من هذا، يعني هنا الرجل الطرف الثامن 4، هذا يكون موصول مع بعضهما، الاربعة والثمانية هم يكونوا موصولين مع الخمسة فولت، ثم هنا الطرف 7
ثم الطرف 6 ثم 2. 6 مع الاثنان دائما يكونان متصلين، كذلك 4 و 8. ثم هنا الطرف 1، هنا الطرف 5، ثم الطرف الذي يخرج تردد وهو الطرف 3، يعني هذا هو الذي يخرج لنا التردد. بين 7 و 8 دائما تكون مركب ريجيستانس او مقاومة 1 كيلو. وبين الطرف 6 و 7 يتم تركيب مقاومة متغيرة واحد ميجا. أنا هنا ركبت 500 كيلو، لكن هنا إن كانت يعني 1 ميجا تقوم بتحكم بالتردد بشكل أفضل. وبين الطرف 1 والطرف 2 تكون هنا مقاومة، عفوا يعني مكتفة 10 نانو 100 نانو. كلما رفعت في هاد المقاومة بالضبط، يعني التي بين الطرف 2 و1 يتغير الصوت، وبين الطرف 1 دائما 1 هو السالب، يعني السالب هذا هو الرمز الخاص بالسالب يعني الأرضي. تكون هنا مكتفة أخرى بين طرف السالب والخمسة، هي 10 نانو. من هذا المخطط أنا صنعت هذا، سأضعه لكم، يعني من يريده سأضعه على الفيديو هنا. هاد المدبدب يعني 555، يعني بالرغم من اختلاف الشركات، يعني ال ام او ان او او كذا، كلهم يعني ينفع لهذا الغرض. هنا سنقوم بتجربة هذا المدبدب، نركب لها هذا البيزر، هذا هو الذي أنصح بتركيبه في أجهزة الفيليزيو، أحسن من مكبر الصوت من هذا الشكل أو الصغير. يعني الأفضل تركيب البيزر، البيزر له صوت جيد ولا يستهلك البطارية. نقوم بوضع السالب مع السالب، فالبيزر الذي يكون في الحواسيب، في دوائر الحواسيب، هو ضعيف مقارنة مع هاد البيزر الذي يكون كالذي يكون في الساعات القديمة. هذا هو شكله من الداخل. هنا إن قمنا بالتغيير يتغير الصوت، يعني كل صوت له تردد خاص به. نقوم بقياسه بواسطة الملتيمتر، نوجهها إن كانت لديك ملتيمتر يعني تدعم قراءة
هاد الترددات فهي أفضل، توجه على 20 ميجا، الأكثرية بها مع 20 ميجا كما تلاحظون هنا 308 و 380 هذه بالهرتز. سأرفع هذا الذي يقولون هو تردد الفراغات هو 700. هنا يعني 0.70 هو 700، يعني هذا هو التردد. يعني هذه هي الفكرة، من لم تتوفر لديه هذا الميتيمتر تدعم قراءة الترددات فليستعمل هذا الإرسيمات التي شرحناها سابقا، هي موجودة على القناة، تقرأ حتى هي جميع الترددات والقطع الإلكترونية الأخرى. سنزيل هذا يعني البيزر فهو يقد يعني كثرة الضجيج، يعني ممكن أن تركبه على الجهاز فتقوم بسماع الصوت ثم تلغيه عند البحث. تسمعون الآن يتغير الصوت مع تغير التردد. المهم الأهم من هذا كله انتهينا من هذه، الأهم من كل شيء هو مثلا أن تأتي بعلبة، أنا وضعت مثلا هذه علبة ليست لي بل هي لأحد الأصدقاء قمت بصناعتها له، هذا الأنتونين، ثم سيكون أنتين ثالث هنا بشكل يعني شكل آخر يكون مثلا مستقبل أو هذا سأجعلهم مثلا مرسل، أقوم بتركيب هذا الشاشة مثلا من هنا من الداخل، ثم نركب هاد الخيطين الذين يخرجوا التردد من هنا، ثم نضع دائرة أخرى للاستقبال تستقبل بها التردد، ويكون يعني عند استقبال أي تردد يكون إما وامير ليد أو سماع صوت في البيزر، يعني بهذا الشكل. حتى هاتي ممكن أن تضع مثلا هاد المقاومة المتغيرة بالأعلى هنا، تقوم بالثقل لها من هنا وتضع هذه الدائرة بالداخل، وهذا الموجب يعني الذي يخرج من الرجل 3. نقوم بتشغيل هذا الإنسيمتر، نوجهها على الفريكونس ثم نضغط اوكي، كما تلاحظون فريكونس 710، يعني كما قسناه سابقا بالملتيمتر، يعني نفس التردد. ان رفعنا سيتم الرفع من التردد او التخفيض ينخفض. الجميل في هذا الملتيمتر انها تقيس لك الترددات الى غايه تقريبا واش بالميجا، اما هنا كما تلاحظون اقصى شيء اعطانا هنا هو 100
وستة كيلو هيرتز. ها أما الملتيمتر عندي لا تستطيع قياس هاد أقصى شيء في الملتيمتر هاتي، أقصى شيء هو 20 كيلو هيرتز. هنا وصلنا إلى 107 كيلو هيرتز، يعني الآن انتهينا من هذا، لأن أريد هذا الفيديو يكون يعني باختصار وبعجالة، يعني هذا قد انتهينا منه، سنشرحه يعني في بعد قليل على كيفية تركيبه. أما هاته فهي تباع جاهزة وتقيس كذلك، يعني تعطي قياسات التردد الذي أنت تريد أن يكون أو أن تعمل به. سنقوم بتركيبها مع أعطت هنا 151 كيلو هيرتز، يعني أقصى شيء تقوم بإخراج هاد الجنراتور هو 150، وهذا هو المكتوب عليها. فيعني عندما اشتريتها قالوا من 0 إلى 150، وهو الذي وصلت إليه هاد الملتيمتر. يعني هاد ممكن أن نسمع الصوت، يعني تركب هذا بالداخل وتجعل على هنا غراء او كولا كهاتف كولا الشمعية، فتركب هنا ثم البطارية بهذا الشكل. البطارية هذه علبة خاصة بها هكذا، يعني تعطي حتى هذه الجمالية، ولن تفتح هذه العلبة مرة أخرى، يعني عوض كل مرة أن تفتح العلبة وتركب هذه القطعة أو البطارية. اللهم بهذه الطريقة تكون أفضل. بالنسبة لهذا الجهاز فأنا لا أبيعه ولا أصنعه لأي، يعني هذا لصديق هو ألح علي أن أصنع له بهذه الطريقة، لأن كل هذه الأفكار هي أفكاره، لأن لا أنا لم يعني في الحقيقة لم أهتم لهذا الميدان، ولكن بالفعل هو يحتاج تجربة، لأن في الأول صنعنا مثل هذا الشكل، يعني صنعته له بهذا الشكل، يعني بهذا التردد وكذا، وكشفت له عن يعني كشفت له عن مجموعة من الجرون على الصخر، يعني كان يمر من أمامها ولا يراها، كانت مغطاة قليلا بالأرض، فهذا أخذه مباشرة إليها يعني. فالآن يعني يريده بشكل يعني احترافي، لهذا أصممه له. ولكن عندما ألح علي بعض الأصدقاء بوضع فيديو له، أو يعني كانوا يقولون أرسل لنا المخطط الذي كنت تركبه مع الساعة، فهو هذا المخطط ولكن لا جدوى منه، لذا كنت أنا في الأول أنتظر حتى أجربه، إن كان فعال سأطرحه معكم، وإن لم يعمل لا داعي لأن يصنعه أي أحد. فها أنتم ترون في الأول كانت يعني مركب عليها هذا السيبورت ثم القطع الأخرى، وكان يعني الاي سي الاف او تي ال 72، فلم تعمل لذا لم اقم بطرحها، فهي مطروحه في الصفحات لكن لم تعمل. على اي هذا نقوم بوضع له هاد البكرة هنا أو اللورما على هذا الشكل، ثم يصبح جاهز للعمل، يعني تكون هذه يعني تدور بشكل سريع. سأركبها على هذا المقبض هنا وأركب هذه من الداخل.
ليكون بشكل جميل على هذا الشكل. وهنا هذه يعني الدائرة كاملة ستعمل بالبطارية 9 فولت. يعني ماذا لأن هذه يعني الأفكار كلها مأخوذة من تصميم سأريكم إياه، تصميم موجود على الإنترنت تقريبا. يعني هو هذا هو التصميم.